بنبنى عيشه. حضرت صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى سلمى حفل الزفاف الديني لصاحب السمو الملكية الأمير غيوم الدوق الأكبر ولي عهد لوكسمبورغ والكونتيسة ستيفاني دولونوي الذي أقيم صباح اليوم في عاصمة الدوقية الكبرى والذي نظم بكاتدرائية نوتردام دو لوكسمبورغ. إني جد فخور بحضور صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى سلمى بلوكسمبورغ. نحن جد فرحون كمغاربة بحضور صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى سلمى. دعوة ديال الأميرة ليلى سلمى والحضور ديالها فهو إن دل على شيء فإنما يدل على روابط الأخوية بين الدولتين الشقيقتين لوكسمبورغ والمغرب، وهذا يعني إشارة قوية لصدق العلاقات الأخوية والسياسية والاقتصادية بين الدولتين حميميتين. كما حضرت صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى سلمى حفل عشاء أقامته عائلة الدوق الأكبر مساء أمس بقصر الدوقية الكبرى الذي هو مقر الإقامة الرسمي لعاهل لوكسمبورغ بلا جانب حوالي 50 من ممثلي العائلة الملكية الأجنبية. إنها رسالة قوية وجد إيجابية بالنظر إلى طبيعة الحدث وطبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين سواء الثقافية أو الاقتصادية. نحن هنا لدعم العلاقات بين المغرب ولوكسمبورغ وتحية قوية لهما. ليس فقط الجالية المغربية بلوكسمبورغ المتواجدة هنا بل بكل بلجيكا ومغاربة ألمانيا وفرنسا قدموا لتشريف حضور صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى سلمى. أزيد من 15% من عدد الأجانب المقيمين ببلجيكا يمثلون الجالية المغربية، يتمركز النصف منهم في بروكسل. جاءوا للاستقبال بحفاوة بصاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى سلمى والتي حضرت حفل استقبال رسمي بقصر الدوقية الكبرى الذي هو مقر الإقامة الرسمي لعاهل لوكسمبورغ. وقبل ذلك أخذت لصاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى سلمى صور تذكارية مع الزوجين بقصر الدوقية الكبرى.